وصلنا للقسم الاخير من حلقتنا من برنامج اسألوا مرتك، بس اللي ما كنا متوقعينه انه يكون في عنا تعادل. فؤاد وهلا انتم ربحتوا اول لعبه ب 1000 نقطه وثاني لعبه ب 2000 نقطه، فرصيدكم هو 3000 نقطه. اما فراس وسالي قلبتوا المعادله باللعبه الرابعه وصار معكم 4000 نقطه، وبالتالي انتم الوحيدين اللي تاهلتوا للعبه النهائيه. واللعبه الثالثه كانت من نصيب احمد وزينب وبرصيدكم 3000 نقطه. اما نايف ونسرين ولا نقطة. بس المفاجأة هلا فراس وسالي، اوكي، بما انه انتم قلبتوا المعادلة ونلتوا 4000 نقطة، وبما انه فؤاد وهلا وزينب واحمد متعادلين، انتم رح بتنقوا خصمكم بين فؤاد وهلا واحمد وزينب. نسرين ونايف، بما انكم ما ربحتوا ولا لعبة فانتم خارج المنافسة. أنا انبسطت بكل ثنائي كان موجود معنا، فراس وسالي. من عد خمسة أربعة أحمد ثلاثة اثنين واحد أحمد سوري فراس وسالي بنقوا أحمد وزينب. هيدي هي أولين البرنامج واللعبة. فراس بعرف إنك كنت عم تدرسها أنت وسالي، لأنه من الأول كنت عم تقله لفؤاد إنك عم تدرسها وخفت منه. حقك، هيدا حقك، بس ما في شيء بيعني إنك أنت رح تربح اللعبة النهائية. فراس وسالي بمواجهة أحمد وزينب باللعبة النهائية، بينما فؤاد وهلا أنا انبسطت كثير بمعرفتكم وبوصلنا تيار صغيرة. وكل عيد وأنتم بخير. نسرين ونايف، انبسطت كثير بوجودكم. آدم وجاد إن شاء الله بتشوفون على طول هيك بأحلى المراكز. بس بدي ودعكم، باي باي باي. أما اللعبة النهائية فرح بتكون مع فراس وسالي بمواجهة أحمد وزينب. شو هي اللعبة؟ نكتشفها بعد لحظات. طبعاً بهالحلقة الميلادية الأكثر من رائعة من برنامج اسألوا مرتي، اللعبة النهائية اللي أهلت فراس وسالي اللي هن بنفسهم أيضاً نقلوا معهم زينب وأحمد للعبة النهائية. مثل ما صرتوا تعرفوا مشاهدينا، هيدي اللعبة يعني نالت جماهيرية كتير كبيرة، وحتى على يوتيوب عنا من أعلى نسب المشاهدة. مين رح يربح السيارة؟ مين رح بشد السيارة؟ هلا رح نكتشف. فراس وسالي، أنتم معكم 4000 نقطة وأنتم نقيتوا هيدي الوضعية. مظبوط. ليش أنه نقيت أنه خلف السيارة؟ ليه؟ ما هيك ألهمت عليها. إلهام. زينب. نعم. وأحمد، شو؟ هنعمل المستحيل. تعملوا المستحيل، وهن اللي أهلوكم. جاهزين؟ بس لحظة، هالمرة مش لحالهم، لأنه أجواء الميلاد فحبينا نحط سانتا كلوزز معهم، خمسة من هالميلة وخمسة من هالميلة لحتى نكون عادلين. أما أنا كالعادة راح أطلع داخل السيارة، حطها على البوامور، على الآن، ارفع فريم الإيد، ومجرد ما أقول 3 2 1 روق روق روق، ما حدا يبلش لحتى أحط البوامور. نزلنا فريم الايد. 3 2 1 جو. لا لا لا، شدت شدت. احمد احمد، يلا يلا يا زينب، يلا يا احمد، شدوا ثاني، شد يا احمد. هذا مش شد. انت وفراس مبروك، الف مبروك لسالي وفراس. اما انتم مشاهدينا، ملتقينا فيكم بحلقه جديده من برنامج اسألوا مرتي بال 2015، يعني الاسبوع المقبل. تصبحوا على الف خير.